نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا منعني والدي من حضور الدروس العلمية فهل يجب علي أن أمتثل لأمره أم ماذا أصنع؟ إذا كان يحتاجك لخدمته فإنك تقدم طاعته، أما إذا كان ما يحتاجك، إنما هو ما يبي الدروس العلمية، هو ما يبيها، أو بعضهم يقول أخشى أنك تصير يعني متشدد، أو أخشى أنك تصير مع هالمتشددين، فلا تطعه في هذا لأنه يحرمك من طلب العلم. لكن تفاهم معه أحسن، أقنعه أولا أحسن، وأزل ما في نفسه من الخوف ومن الكراهية، هذا أحسن. نعم.